بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الثالثة، وده الدرس الرابع، بيتحدث، وده من الدروس الهامة، بيتحدث عن العوامل المشتركة والعامل المشترك الأكبر. العامل عين المشترك ميم الأكبر ألف، يبقى عين ميم ألف يعني العامل المشترك الأكبر، عين ميم ألف العامل المشترك الأكبر. عوامل العدد 30، ايه هي عوامل العدد 30؟ الواحد والاثنين والثلاثة والخمسة والستة والعشرة وهكذا. طيب عوامل العدد 40، الواحد والاثنين والاربعه والخمسه والثمانيه والعشره، ايه العوامل المشتركه؟ الواحد، وده مشترك في كل الاعداد، الاثنين الخمسه والعشره، والخمسه والعشره. يبقى الاعداد واحد واثنين وخمسه وعشره بسميها ايه؟ عوامل مشتركه للعددين 30 و40. اكبر هذه العوامل كام؟ 10. مفيش بالمناسبة عوامل، في عوامل لكل عدد ولكن مفيش عوامل مشتركة. يعني مثلا في هنا هتلاقي الـ15 للـ30، وهتلاقي مثلا الـ20 هنا للـ40، انما مش هتلاقي بعد كده عوامل مشتركة. اكبر العوامل المشتركة هي الايه؟ هو العدد 10، هو العدد 10. يبقى لذا يمكن القول بان 10 هو العامل المشترك الاكبر للعددين 30 و40، يرمز له بالرمز عين ميم الف، عين ميم الف. يبقى العامل المشترك الاكبر لمجموعة الاعداد هو اكبر عدد يقبل القسمة عليه كل من الأعداد. يبقى لو عندي عددين أو ثلاث أعداد وعايز أجيب العامل المشترك الأكبر ليهم، أكبر عدد الأعداد دي تقبل القسمة عليه للأعداد اللي أنا عايز أجيب لها العامل المشترك الأكبر. في بقى طريقة، يعني احنا هل هنقعد نكتب الاعداد؟ لا، الطريقه بقى، وخلي بالك وركز معايا وانا بجيب العامل المشترك الاكبر. اول حاجه بحلل الاعداد، يبقى ال 30 يعني حللها الى عوامل، 30 على الثلاثه فيها العشره، على الاثنين فيها الخمسه، على الخمسه فيها الواحد. يبقى اروح كاتب هنا ال 30 تساوي، أبدأ بالصغير، 2 في 3 في 5. طيب الـ40 أحلل بنفس الطريقة، 40 على الـ2 فيها الـ20، على الـ2 تاني فيها الـ10، على الـ2 فيها الـ5، على الـ5 فيها الإيه؟ فيها الـ1، على الـ5 فيها الـ1. مظبوط كده. يبقى الـ40 هنا الاعداد عندي احط كل عدد تحت المشابه له بالظبط، احط كل عدد تحت المشابه، ما احطش عدد تحت عدد مختلف. هنا الـ2 احطه تحت الـ2. طيب الـ3 دي ما فيها عدد مشابه، لا اسيب عمودها، الـ5 اسيبها. يبقى اروح كاتب بعدها كده، يبقى في في 5، في 5 اهو، ما في 5 هنا، مظبوط. يبقى بعد كده اكتب بقى ايه؟ 2 في 2، اروح كاتبهم كده. باخد بعد كده شرط، العمود الكامل، ده عمود كامل. يعني ايه كامل؟ يعني متكرر فيه عددين، في العدد الـ30 في الـ2 والـ40 في الـ2، وهنا الـ5 العمود الكامل. باخد واحد من العمود ده اللي هو الـ2 في، واخد واحد من الـ5 يبقى 5، يبقى يدينا كام؟ 10، زي ما طلعناها في المثال السابق. فهمنا كده؟
مهمة جدا جدا. يبقى انا باخد بس الايه المشترك، العمود الكامل. طيب التلاتة في عمود؟ لا انا مش كامل، لان هنا مفيش، الاتنين هنا مفيش، هنا مفيش. يبقى انا باخد الايه العمود الكامل، وما اخدش الاتنين، لا باخد عدد واحد منهم فقط، وابدأ اضرب العددين في بعض، اديني المضاعف المشترك الاكبر. معلش يبقى انا بكتب هنا كده، يبقى العامل المشترك الاكبر عين ميم الف يساوي عين، يعني العامل المشترك الأكبر يساوي 2 في 5 بعشر. ناخد مثال تاني، بيقول لي أوجد العين ميم ألف العامل المشترك الأكبر للأعداد 9. التسعة ممكن في أعداد على طول ممكن إيه مش محتاجة تحليل، يبقى 3 في 3. هنا المفروض في 2 أسيبها، يبقى 3 في 3. مش شرط يعني، انت مش شرط الترتيب، انت اهم حاجة تحط الاعداد، وتحط كل عدد تحت ايه تحت العدد المساوي له. طيب ال 12، نشوف ال 12 كده، على الاثنين فيها الستة، على الاثنين فيها التلاتة، على التلاتة فيها الواحد. يبقى ال 12 يساوي 2 في 3، 3 بعد كده في 2 تاني، ما هو مفيش تاني مكان. طيب ال 15 يبقى 3 في 5، 15 التلاتة يبقى ايه 3 تحت التلاتة، 5 مفيش، يبقى 5. ايه العمود المكتمل هنا؟ هل العمود الاتنين مكتمل؟ لا، ما ده مش مكتمل وده مش مكتمل، يبقى العمود الوحيد المكتمل وهو كام؟ وهو التلاتة. يبقى تقول له كده عين ميم الف يساوي كام؟ يساوي 3. عين ميم ألف يساوي 3 وانت مغمض. طيب ناخد مثال تاني، 6 24، يبقى ده 24 على الاتنين فيها الاتناشر، على الاتنين فيها الستة، على الاتنين فيها التلاتة، على التلاتة فيها الواحد. طيب 36 على التلاتة فيها الاتناشر، 12 على الاتنين فيها الستة، على الاتنين فيها التلاتة، على التلاتة فيها الواحد. 42 على الاتنين فيها ال21، على الاتنين فيها، على التلاتة فيها السبعة، السبعة فيها الواحد. يبقى اروح كاتب الاعداد كده، ادي 24، 24 يساوي 2 في 2 في 2 في 3. 36 كام؟ 2 في 2 في 3 في 3. يبقى انا بحط كل عدد تحت الايه ال 42 هيساوي كام؟ 2 في 3 في 7. ايه المكتمل عندي؟ ايه الاعمدة المكتملة عندي؟ عمود الاتنين وعمود التلاتة فقط. يبقى العين ميم ألف يساوي 2 في 3، يعني يساوي كام؟ 6. العامل المشترك الأكبر للتلات أعداد دول هو كام؟ هو 6، هو 6. في مثال تاني؟ لا. يبقى أنا كده عرفت إزاي أجيب أهم مثالين اللي إحنا حليناهم في الآخر دول في منتهى الأهمية، عرفت إزاي أجيب العامل المشترك الأكبر لمجموعة من الأعداد. أتمنى يكون الدرس مفيد بالنسبة لكم، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.